مرحبا، أنا الدكتورة أنجيلا غانم، استشارية أمراض الدم والأورام عند الأطفال والمراهقين بمستشفى الموسى. دواماتي من الأحد للخميس من الساعة 8 للساعة 12 ظهرا، ومن الساعة 4 للساعة 8 مساء. عندي أكثر من 7 سنوات خبرة في مجال طب الأطفال، خصوصا أمراض الدم والأورام عند الأطفال. سبق والتقينا سوا وحكينا عن اللوكيميا عند الأطفال. هالمرة رح نحكي عن موضوع ثاني أكيد بهمكم جميعا، اللي هو الأنيميا المنجلية أو فقر الدم المنجلي. فقر الدم المنجلي، ما هو هذا المرض؟ فقر الدم المنجلي هو من أمراض الدم الوراثية، بشدد على كلمة وراثية. هي خطيرة وهي الأكثر شيوعا في المملكة العربية السعودية، فيها توصل نسبة حاملي المرض إلى 20 إلى 25%، وخصوصا بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية من المملكة. كيف بصير إصابة بهيدا المرض؟ لكن سبق وشددت أنه هيدا المرض هو مرض وراثي، يعني بده يصير في وراثة لجين أو المورث الجيني اللي هو المسؤول عن صناعة الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هي بروتين الحمراء الموجودة بالكريات الحمراء. ليصير في عنا إصابة بالمرض، لازم يكون عندي الجينين اللي هن مسؤولين عن صناعة الهيموغلوبين من الوالدين الاثنين، يعني من الوالدين الاثنين. ما بقدر أنا أورث من والد فقط والوالدة لا تكون مصاب، لازم أنا أورث الجينين من الوالدين ليصير عندي الإصابة بالمرض. لكن هذا الجين المورث للخلايا المنجلية، لكن مثل ما قلنا اسمه المرض المنجلي، الخلايا المنجلية بصير في عندي أنا خلل بصناعة الهيموغلوبين. هي البروتين الحمراء المتواجدة بالخلية الحمراء، هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم. لكن عندي خلل بهالهيموغلوبين اللي بتتسمى وقت بتكون غير سليمة وغير طبيعية هيموغلوبين S. مشان هيك هذا المرض فيكم تسمعوا اسمه بعدة أسماء، عنا الأنيميا المنجلية، فقر الدم المنجلي، وفينا نعرفه بالاسم الأجنبي اللي هو سيكل سيل S، مشان هيك هيموغلوبين S سيكل سيل ديزيز. لكن عنا نحن هيدا المشكلة بالهيموغلوبين، المشكلة الأساسية هي بالنخاع العظمي. ليش؟ لأنه النخاع العظمي بصير في عنده مشكلة بإنتاج الكريات الحمراء، بيكون عندنا إنتاج لكريات حمراء غير سليمة، عندها مشكلة بالهيموغلوبين، بتكون على شكل المنجل. مشان هيك اسمه المرض الفقر الدم المنجلي، بتصير على شكل منجل. هيدي الكريات الحمراء الغير طبيعية بتتكاسر، ولكن هي إنتاجها بترجع بتتكسر وبتتحلل بشكل سريع وقصير بالنسبة للكريات الحمر الطبيعية، لكن مدة الحياة تبعهم لهذه الكريات الحمر هي قصيرة. عشان هيك عندنا بشي ما يسمى التكسر. وقت بتتكسر وهذه الكريات الحمراء على شكل المنجلي، على شكل المنجل عفوا، فيها تسد أو تعيق انه مجرى الدم بشكل طبيعي. بصير الدم عم بيجري بصعوبه بالشعيرات الدمويه، مشان هيك الطفل معرض للاصابه بالالم الشديد، خصوصا بالاماكن المحدده اللي رح اقول لكم اياها، هن العظام، اكثر شيء بالعظم، بيشكي من الم بالعظم، لانه نحن الدم عم بيكون صعب يمشي او يكون يسري يعني بالشعيرات الدموية. مش هيك بصير عندي أوجاع بالعظم، عندنا أوجاع بالبطن. إذا صار في انسداد لعرق من العروق الأساسية مثلا مثل تبع الرواية، الرئتين أو المخ، بصير عندي مضاعفات خطيرة. كمان الطفل معرض إلى تضخم في الطحال، كمان جراء أنه عم بيتكسر الدم وهذه الخلايا المنجلية بشكل سريع وبشكل مدة حياتهم قصيرة. لكن بعد ما حكينا عن هذا المرض بدنا نحكي عن شيء كتير بتسألوا عنه بالأسئلة اللي عم تجيني حاليا، هو ما شو الفرق بين الشخص المصاب والشخص الحامل. في أشخاص يكونوا حاملين للمرض، أنا قلت لكم وقت بيكونوا وقت بيكون الجين أخذوا من أحد الوالدين بيكون هو حامل للمرض، بيكون عنده جين للهيموغلوبين السليمة
وعنده جين تاني للهيموغلوبين اس، للهيموغلوبين الغير سليمة. لكن بما انه عنده جين للهيموغلوبين السليمة فهو حامل للمرض، وإذا حامل للمرض يعني هو بيعيش حياة طبيعية، ما بيتعرض لأي عارض مبدئيا من عوارض الأنيميا المنشلية. أما الشخص المصاب فبيكون عنده الجينين، يعني ورث الجين الغير طبيعي للهيموغلوبين من الأم، وورث الجين الغير طبيعي من الأب، صار عنده الجينين لكن الهيموغلوبين عنده غير سليمة غير طبيعية، بيكون هو مصاب بالمرض. وعنده إذن وقتها بيكون هو بيتعرض للعوارض تبع المرض، بيكون هو مصاب بالمرض. لكن إن شاء الله تكون واضحة فكرة إنه حامل ومصاب. لكن بعد ما نحكي عن هالموضوع كمان في أسئلة كتير عم توصل لي، ما هي العوارض وإمتين بتبين العوارض عند الطفل؟ الطفل أول ما يخلق أول ما يولد بيكون سليم، بيرضع طبيعي كله طبيعي، لا عمر بياخد وزن، ما في أي مشكلة لعمر 4 شهور لستة شهور. هيدا العمر بالذات بنلاحظ إنه في عنا فقر دم. كيف ببين فقر الدم؟ فقر الدم ببين عنا بشحوب، بخمول، بتعب، ما بقعد عنده كتير قبلية على الأكل، وهذا الشيء لكينا بفسر لنا أنه عنده فقر دم، يعني الخلايا الحمراء عنده خلايا منجلية. تاني شغلة عم تتكسر بسرعة مشان هيك عم بيصير عنده فقر دم. الشغلة التانية اللي بتبين وهي كتير يعني دقيقة ولازم الأم تكون تنتبه لها، هي أنه بيصير في عنا تورم أو انتفاخ لليدين والقدمين مع آلام شديدة، بيصير يبكي ما تفهم الأم ليش عم يبكي، بيكون أكل وكل شيء منيح يعني، بس عم يبكي بكاء شديد شديد ما عم نعرف شو هو السبب، بيكون من وراء الآلام اللي عم بحس فيها سواء باليدين أو بالرجلين أو بالأعظم بعظمه بكل جسمه. فهيدول القصص الكتير مهمة للأم وطبيب الأطفال لازم ينتبه عليهم. لكن مع العمر من بعد عمر 6 شهور عمر السنة بلش نحس لكينا بنوبات من الأوجاع، بتكون أكيدة بالعظام لنا، بتجي كمان بالبطن، إذا صار في مضاعفات بصير في عنا ضيقة نفس لأنه بصير في انسداد بأحد العروق الأساسية تبع الرواية، بصير في نسبة بصير في حالة خطرة لأنه عنا ضيقة نفس بحاجة لأكسجين. في عنا كمان من المضاعفات هو تضخم الطحال مع نقص شديد بالكريات الحمراء. في يكون عنا كمان انسداد بالعروق الأساسية تبع المخ الرأس، بصير في عنا جلطات. لكن الطبيب الأهل لازم يكونوا دايما واعيين عن هالعوارض اللي أنا عم بحكيكم عنها. أكيد ما لازم ننسى أنه في حد كل هالعوارض اللي هن نوبات الألم، عنا كمان الشحوب هو نتيجة فقر الدم. شو هو العلاج للمرض المنشلي؟ أول شيء نحن عنا العلاج الشافي والأكيد من نتيجته 100% هو زراعة النخاع العظمي. زراعة النخاع العظمي هي عملية دقيقة، عملية خطيرة، ما بتصير بكل المستشفيات، في مراكز مختصة بهذا الموضوع. هي أهم شيء لازم نلاقي المتبرع السليم المطابق للشخص المريض، وهي عملية بصير في عملية نقل النخاع العظمي من المتبرع السليم إلى نخاع الشخص المريض من بعد ما نحن نكون أعطينا أدوية قوية جدا ليصير في إبادة تامة للنخاع العظم المريض. هاي عملية دقيقة مثل ما قلت لكم، المخاطرها كثيرة، هي نتيجة انه نحن عم نعطي أدوية بدوزج يعني كميات عالية، وبتعرض الإنسان لضعف بالمناعة، بيقدر يتعرض لالتهابات عديدة، اوكي، فيها تكون تهدد أكيد حياته. لكن بدنا نحكي تاني شغلة غير هيدا العلاج الشافي، عنا علاجات أخرى. لكن إذا نحن عنا نوبات من الألم، العلاج ببلش بالبيت مع كل أم مع كل طبيب أطفال. لكن إذا كان الوجع أو النوبات الألم هي يعني مش كتير قوية، محمولة يعني الوجع، ببلش بمسكنات اللي هي الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، نعطيهم بالبيت، بتشبه الأدوية اللي بتكسر الحرارة.
هي المسكنات الألم. إذا هيدول الأدوية ما ساعدت أنه طفلنا يرتاح من الوجع، أو إذا لاحظنا أنه الألام شديدة معها عم بيتزامن كمان حالة من الشحوب من التعب من الخمول من أوجاع بالبطن كثيرة، مع بحس أنه البطن عم ينتفخ في تضخم بالطحال، هون لازم دغري نتوجه للمستشفى. نحن هون عندنا بالمستشفى الموسى عندنا كل السيرفيسز تنأمن لطفلك العلاج المناسب. فهون بالمستشفى لازم نعطيه أهم شيء الدواء بالوريد، نعطيه السوائل، هيدا أهم شيء السوائل مع المسكنات للأوجاع بالوريد. كمان إذا عم بيعمل ارتفاع بالحرارة نعطيه المضادات الحيوية لنحميه من تكرار الالتهابات، وأكيد تحت العناية وتحت مراقبة مشددة لنمنع المضاعفات. أكيد بنعمل له فحوصات نتأكد أنه نسبة الدم عنده جيدة، إذا كانت متدنية في حالات مش دائما في حالات استثنائية نحن بصير فيه تم عملية نقل الدم، مش دائما بصير فيه blood transfusion، هيدي بتكون نتيجة لقرار بياخده الطبيب طبيب أمراض الدم إذا الطفل بحاجة لنقل دم أو منه بحاجة لنقل دم. هلا انتم كلكم كاهل بتسالوا انه كيف انا بدي جنب طفلي من انه تكرار النوبات، كيف ما بدي اخليه يصير في عنده نوبات كثيره. اول شيء نحن لازم ننتبه انه نحمي ابننا من التعرض للامراض المعديه. كيف بدي احمي للتعرض للامراض المعديه؟ اهم شيء هو التطعيم، لازم جدول التطعيمات يكون على وقته، ما لازم اتاخر من اي تطعيم، ولازم شدد اقول انه الاطفال اللي عندهم سيكل سيل ديزيز او فقر الدم المنجلي عندهم كمان تطعيمات خصوصي لهم لازم كمان تتابعوا فيهم عند الطبيب. تاني شيء كمان لازم ياخد من عمر 3 شهور لعمر 5 سنوات بده ياخد مضادات حيوية بشكل يومي كمان لأنا أحميه من الالتهابات المتكررة. يعني الالتهابات المتكررة وارتفاع الحرارة بعرضه للنوبات الوجع، ها أول شيء بحميه من الالتهابات. تاني شيء جرعات يومية من حامض الفوليك. ليش حامض الفوليك؟ حامض الفوليك دوره أساسي ليخلي الكريات الحمراء يصير في عددهم جيد ويطول بعمر الكريات الحمراء ويمنعها أنها تتكسر بشكل سريع. ثالث شيء مهم كمان لازم تعرفوه انه لازم نبعد عن حالات الجفاف. يعني اذا ابننا تعرض لحالات استفراغ او اسهال شديده لازم دغري انا رحت استشير طبيب ليعطيني الادويه اللازمه لما يصير في حاله جفاف ونشاف ونقص بالماء بجسمه تما يصير في هذا بعرضه للنوبات. لكن دائما نحن لازم نعرض على ابننا ولازم نشجعه بكثرة شرب السوائل، لازم دائما يشرب ماء بكمية منيحة ليضل جسمه نسبة رطبة فيه، ما يصير في عنده جفاف، لأنه الجفاف كمان بخلي يعرض الجسم للتكسر ويجي نوبات من الأوجاع. كمان نحن لازم نبعد عن الذهاب لمرتفعات عالية، يعني يتواجد الطفل بأماكن عالية عن سطح البحر، يعني لأنه كمان الارتفاع عن سطح البحر بخلي نسبة الأكسجين قليلة وبخلي جسمه يتعب أكثر وبصير يتعرض لتكسر كريات الحمراء. هيدا مثل المجهود القوي المجهود الشاق، لكن ابننا ما لازم كمان يعمل مجهود شاق لأنه بصير في استهلاك للأكسجين وهيدا بعرضه لتكسر. كمان نحن لازم ننتبه وما نعرض ابننا لا البرد القارس الشديد ولا للحار، لازم يكون دائما بحرارة معتدلة، شرب السوائل بعيد عن الالتهابات بعيد عن الحرارة، ولازم يتابع بشكل دائم عند طبيب استشاري أمراض دم. لأنه في هلأ علاج جديد كمان لازم أحكي عنه اللي هو الهيدروكسي يوريا، اللي هو بيمنع عند طفل أكيد عنده إنديكيشنز معينة، عند طفل عم بيعاني من تكرر بنوبات الوجع اللي بتجي عنده نوبات قوية أو بيعوز نقل دم أو بيعوز دخول على المستشفى بشكل دائم، هذا الهيدروكسي يوريا كتير مهم وبخفف نسبة نوبات ودخول نسبة الاستشفاء. أوكي؟ لكن بعد ما حكينا عن كل شيء لازم تعرفوا شيء الأساسي أنه كيف يتم تشخيص هذا المرض.
تشخيص هيدا المرض نحن بمستشفى الموسى عندنا الوسائل أكثر حداثة والكتير سريعة لنقدر نوصل لتشخيص المرض بشكل سريع ودقيق. أول شيء عندنا شيء اسمه سيكلينج تيست اللي هو فحص سريع ببين عندي هل في الهيموغلوبين اس، هل الهيموغلوبين ال غير سليمه متواجده، واذا طلع بوزيتيف يعني هيدي الهيموغلوبين موجوده بكمله بكمان فحص جديد وسريع وذات تقنيه عاليه اللي هو الهيموغلوبين الكتروفوريزيس اللي هي بتصير بتفصل جميع انواع الهيموغلوبين وبتفصل اياها، وهيك انا بقدر اعرف اذا ابني او طفلي مصاب او حامل للتكسر أو لفقر الدم المنشلي. أوكي، لكن نحن حكينا عن كل شيء، رح جرب بعد شوف شو في أسئلة نقدر نجاوب عليها، بس بدي وصل فكرة كتير مهمة نحن كرمال هيدا المرض بالذات، أنه لازم نحن بما أنه قلنا أنه هذا المرض مرض وراثي لازم نحن نشدد على إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، لأنه هيدا الهدف من هيدا الإجراءات الفحوصية هو تخليص المجتمع من الأمراض الوراثية. يعني إذا الأب إذا المرأة اللي بدها تتجوز هي حامل للمرض وكان الزوج حامل للمرض، نسبة يجيبوا طفل مصاب مش حامل، نسبة مصاب هي توصل ل 25%. يعني احنا اذا عملنا الفحوصات قبل فينا نعرف انه نحن هل مقبلين على انجاب طفل مصاب او انجاب طفل سليم. بتمنى اكون جاوبت على كل الاجوبه اللي عم تسالونا اياها، وان شاء الله يكون وصل المسج بطريقه صحيحه وفهمتوا ما هو فقر الدم المنجلي. وبدي شدد واقول انه فقر الدم المنجلي هو غير فقر الدم الناتج عن نقص بالحديد، هو غير فقر الدم الفولي او انيميا الفول. لانه اجاني سؤال بيقول انه اذا انا تناولت البقوليات هيدا الشيء وانا حامل تكسر المنجلي. التكسر المنجلي هي مرض والانيميا الفولي هي مرض تاني. انيميا الفولي هي بكره بنبقى بنحكي عنها موسعا، بس هن مرضين مختلفين. اللي عنده تكسر فولي وما عنده انيميا الفول بيقدر ياكل البقوليات بشكل طبيعي، بس اكيد لازم يعمل الفحص الدم كمان المتواجد عندنا بالمستشفى ويتاكد انه من هو مصاب بانيميا الفول قبل ما ياكل البقوليات. بس برجع وبشدد انه هيدول مرضين مختلفين. بالمملكه العربيه السعوديه في كتير من المصابين بالمرض المنجلي بيكونوا كمان مصابين بالانيميا الفولي، بس مش يعني متصلين ببعضهم، بتصيب صدف بس مش يعني متصلين ببعضهم. فاللي عنده تكسر فولي واكيد تكسر منجلي واكيد انه ما عنده تكسر فولي بيقدر ياكل بقوليات وما بيأثر له على حياته ولا بيسرع بتكسر كريات الحمراء. انا بتشكركم كتير ونتلاقى اكيد قريبا لنحكي عن عدة مواضيع بتهمكم اكيد. شكرا.